صباح الخير على كل مشاهدينا، صباح ليوم الاثنين مليء بالخير والامل والعمل والتفاؤل ان شاء الله. صباح الخير محمد. صباح الخير يا مجدة، واهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام. حلقه جديده من هذا الصباح بتمتد مع حضراتكم على مدى ساعتين من دلوقتي لحد الساعه 10 صباحا تقريبا، بمجموعه كبيره من الحوارات والموضوعات والتغطيات والمتابعات المختلفه. من موضوعاتنا وحواراتنا اللي هنتكلم فيها النهارده، هنتكلم عن نزلات البرد وأدوار الإنفلونزا اللي بتنتشر دايماً مع بداية فصل الشتاء. يمكن الحقيقة هي ابتدت السنة دي من قبل فصل الشتاء، ما يبتدي تقريبا كل الناس الفترة اللي احنا فيها دي والقبلها كانت بتعاني من أعراض أدوار البرد والإنفلونزا المعتادة، واللي يمكن جت حادة بعض الشيء في بداية هذا الشتاء. وعشان كده هنفتح الموضوع ده عن فكرة الوقاية ورفع المناعة والتعامل مع الأنواع المختلفة وفهمها في حوار مخصص لهذا الموضوع معانا في الجزء الثاني من هذا وما فيش شك بالتأكيد ان احنا محتاجين كل سنة نعرف تطورات الفيروس بتبقى عاملة ازاي، رغم يمكن الوعي الكبير اللي خدناه من ساعة جائحة كورونا والتعامل مع جائحة كورونا، لكن ما فيش شك ان احنا محتاجين فعلا كل سنة نعرف اخر تطورات الفيروس وازاي نقدر يعني نتجنبه، وطرق اهم طرق الوقاية من نزلات البرد وأنواع فيروسات الإنفلونزا. ولو أني مش عارفة إزاي نتجنبه، يعني لأن الواحد على طول عنده برد وهتسمع الجملة دي من الكل طبعا، بس نحاول مش هنخسر حاجة. أما حوارنا الثاني فهيكون عن انطلاق الدورة 29 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ أو تحت اسم كوب 29 في باكو بأذربيجان. طبعا هي دورة هتكون من الدورات المهمة في إطار الاهتمام باتفاقية المناخ وبتغير المناخ. صحيح، يمكن مصر استضافت كوب 27، كوب 28 استضافتها دولة الإمارات، السنة دي هتستضيف أذربيجان وعاصمتها باكو كوب 29، وهيجتمع ممثله حوالي 200 دولة لمناقشة السبل لتعزيز التمويل والدعم للدول النامية في مواجهة أزمة المناخ المتفاقمة حول العالم. والقمة هتتناول موضوعات أساسية وبتشمل الهدف الجديد للتمويل المناخي واللي بيعرف باسم الهدف الجماعي الكمي الجديد، والتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن المادة السادسة من اتفاقية باريس للمناخ، والشفافية بشأن سياسات المناخ والخطط المناخية الوطنية الجديدة المقبلة واللي بتعرف رسميا باسم المساهمات المحددة وطنيا، بالإضافة لتعزيز الحوكمة الشاملة والمساواة بين الجنسين في تناول القضايا المناخية لتحقيق عمل مناخي فعال. طبعا بتتطلع الأنظار خلال القمة المرتقبة اللي بيطلق عليها قمة التمويل للالتزامات المالية من الدول الغنية، وبتأتي إفريقيا طبعا في مقدمة المناطق المتعرضة لتأثيرات كارثية نتيجة تغير المناخ، وبتشكل مسألة التمويل محور رئيسي في هذه القمة، وبتنتظر الدول الإفريقية دعم ملموس لتخفيف الخسائر والمساعدة في التكيف مع الآثار المناخية المتزايدة اللي بتعاني منها القارة الإفريقية اللي ليس لها يد في هذا التلوث بأي حال من الأحوال، خاصة مع تكرار الكوارث الطبيعية المدمرة اللي تفاقمت بفعل عملية التغير المناخي الحادة، وأصبح الجفاف والفيضانات والعواصف من الظواهر المتكررة في حياتنا اللي بتدمر سبل العيش وبتؤدي إلى نزوح الملايين. في هذا السياق بينتظر من الدول الغنية في كوب 29 أن تقدم تعهدات واضحة بتمويل صندوق الخسائر والأضرار، والصندوق هو آلية دولية أساسية لتعويض الدول النامية عن الأضرار المناخية التي يمكن تجنبها. صحيح، ويمكن حتى الآن تم التعهد بمبلغ أقل من 700 مليون دولار عقب قمة المناخ خلال العام الماضي كوب 28، وبتقدر الحاجة الحقيقية بحوالي 400 مليار دولار بحلول عام 2030 لتغطية الخسائر والأضرار في الدول ذات الدخل المنخفض، إلى جانب تمويل الخسائر والأضرار. أيضا هتركز قمة باكو على ضمان توزيع عادل لهذه الأموال بحيث تصل للمجتمعات الإفريقية الأكثر تضررا والأقل مساهمة في أسباب التغير المناخي، وبتطالب أيضا الدول الإفريقية بإعفاءات من الديون لتتمكن من توجيه مواردها نحو تدابير التكيف مع المناخ، مثل تطوير أنظمة إنذار مبكر للبنية التحتية وتوفير حلول مستدامة في مجال المياه والطاقة. حقيقة إن
يعني في عدد كبير من الدول انطلقت في مجال ان هي فعلا تحاول ان تحسن الى البيئه بشكل حقيقي. مصر ليها جهد كبير وملموس في هذا الاطار في انها تتجه زي ما اعلنت نحو الاخضر بعدد كبير جدا من المشاريع الصديقه للبيئه، والمحاوله ايضا ان هي تدعم عمليه تحسين البيئه والمناخ بالكثير من الاشكال. منتظر ان كوب هذا العام شارك بشكل حقيقي في عمليه التمويل اللي بتحتاجها الدول للتحول للاخضر ولمكافحه التغير المناخي، وده اللي هنشوفه في عمل هذه التوره. يمكن فعلا هي عمليه التمويل هي اصبحت اكبر معقبه يمكن تكون بتواجه الدول المختلفه، خصوصا تحديدا الدول الافريقيه، يمكن الدول الناميه والدول الاكثر تضررا من التغير المناخي. ما ننساش برضو ان هيكون معنا حوار النهارده في حلقتنا عن هذا الموضوع وعن انطلاق كوب 29 واهميتها واهم القضايا اللي هتناقشها. دي كانت مقدمه سريعه لحلقه النهارده من هذا الصباح، ولسه مكملين مع حضراتكم، ولكن هنروح لمجموعه من التمرينات الرياضيه الصباحيه النشيطه وفقره ايروبكس ونرجع لكم مره ثانيه. أعزائي المشاهدين، النهاردة هكلمكم عن موضوع مهم جدا. أول يوم بنروح الجيم طبعا بنبقى عايزين نستخدم كل الأجهزة ونكسر الدنيا وعندنا طاقة وحيوية فظيعة. طيب النهاردة هل ده صح ولا غلط؟ اللي بيحدد كل ده هي المقابلة الشخصية الأولى اللي مع مدربك الخاص. لما بتقعد مع المدرب هو كل حاجة بتتحدد في الوقت ده. لما بنقعد مع المدرب بتاعنا بيبتدي يعمل القياسات بتاعته، بيبتدي ياخد الإنبادي، ياخد القياسات بالمزورة، بيبتدي يصور، يعمل الفولو أب استعداد لتكوين البرنامج، بيبتدي يكون صورة عنك، بيبتدي يسألك عن التاريخ المرضي بتاعك لو كان لا قدر الله في أي أمراض، يراجع السكر، الضغط، يبتدي يراجع معاك الحالة بتاعت الغدة الدرقية، فيتامين د عشان يشوف حضرتك التارجت او الهدف بتاعك ايه من وجودك داخل الجيم. النهارده انت جاي تزيد في الوزن فيبتدي يشوف هل انت عملت ده قبل كده، طب لما عملته هل زدت في الوزن بسرعه ولا ما كانش فيه زياده، وابتدي راجعت الحاله المرضيه بتاعتك ولا لا. لو انت عايز تخس دلوقتي هل كنت ما بتعمل نظام غذائي متبع، كنت بتخس، استخدمت كم نظام غذائي، ببتدي اراجع معاك كل الحاجات دي عشان ابتدي احط تصور خاص ليك واشوف انا الستارت بتاعي هيكون منين. هل انت رياضي؟ هل انت لياقتك البدنيه عاليه؟ هل اول مره تدخل الجيم؟ عندك اصابات ولا لا؟ في مشاكل في المفاصل ولا لا؟ كل الحاجات دي هتساعدنا بشكل كبير جدا ان اكون صوره كامله عنك واحط لك البرنامج الخاص بتاعك. يبقى هنرجع تاني ونقول اهم حاجه ان احنا نروح لمتخصص عشان يبتدي يراجع معانا كل الحاجات دي ويكون تصور خاص لينا فيحط لنا برنامج خاص. فتبدا نقطه البدايه والانطلاق سليمه ومظبوطه ومفيش اي اصابات، مفيش اي مشاكل. ما ابتديش بقى ارجع بعد كده اتمرن يومين ثلاثه بكل قوه وبعد كده انا جسمي وجعني مش هروح الجيم تاني. ده بتبقى بدايه خاطئه. النهارده المدرب الخاص بتاعك لو حد متخصص بناء على كل المعطيات اللي هو شافها هيحط لك برنامج تدريبي تدريجيا من الاصغر الى الاكبر ومن السهل الى الصعب. تدريجي بيستخدم فيه تمرينات بسيطه جدا لرفع اللياقه البدنيه، لرفع معدل ضربات القلب، لرفع كفاءه القلب والرئتين في البدايه اذا كنت هتمشي على المشايه لو كان متاح ليك او العجله او الكروس تريننج. تبتدي تعمل بعض الاطالات، تبتدي تعمل بعض تمارين القوه العضليه من تمرينات الثبات او بعض بالادوات البسيطه الخفيفه جدا عشان تجهزك اللي فيما بعد. ما ببصش على حد في الجيم، ما بقلدش حد من الناس اللي موجوده في الجيم اللي لياقته غير لياقتي وكفاءته غير كفاءتي ومفاصله غير مفاصلي، التغذيه بتاعته غير التغذيه بتاعتي، العمر التدريبي بتاعه غير العمر التدريبي بتاعي. فما بروح اول يوم الجيم ما بقلدش حد، ما بتفرجش على حد واقعد يبقى عندي حماس ان انا اوصل للمستوى ده، لا تدريجيا اوصل لده وافضل بامر الله. فأهم حاجة عندي إن أنا أبتدي البداية صح، ودي بتكون بداية لما بقعد مع المتخصص في المقابلة الشخصية الأولى بحدد البرنامج بتاعي بدايتي هتكون مظبوطة. أتمنى منكم يا جماعة لما أروح الجيم أول يوم ما نكسرش الدنيا، وواحدة واحدة كده وهنعمل عضلات وكل حاجة هتبقى جميلة وزي الفل. صباحكم لياقة، صباحكم رشاقة، صباحكم قوة، صباحكم زي الفل.
اهلا بكم مشاهدينا الكرام مره تانية، ونبدا حلقتنا بمجموعه من الاخبار والمتابعات المختلفه. كنا لسه في المقدمه بنتكلم عن نزلات البرد، وخصوصا في دخله فصل الشتاء ومدى انتشارها على مستوى كبير وطرق الوقايه منها. هنتكلم دلوقتي عن حقنه هتلر. حقنه هتلر هي المسمى الدارج المتداول اللي بيطلقه البعض على حقنه البرد المعروفه، وبيلجا اليها الكثيرين عند الاصابه بنزلات البرد والانفلونزا، خاصه مع تقلبات الطقس المتكرره اللي بنشهدها حاليا. واللجوء لهذه الحقن امر بالغ الخطوره، هكذا حذر الاطباء. ووفقا لما قالوا اساتذه طب القصر العيني، فهذه النوعيه من الحقن محتوياتها خطيره للغايه، لان بيها تركيزات عاليه من المسكنات عاليه المفعول والتركيز، وكذلك بعض نوعيات الكورتيزون المختلفه، وبيخلط عليهم حقنه من المضاد الحيوي ليصبح هذا الخليط هو الاخطر، لان هذه التركيزات دفعه واحده على الجسم خطيره وبتؤدي لمشكلات صحية عديدة، منها اضطرابات في استجابة الجسم ليها، ما يسبب أعراض خطيرة، منها أنها بتؤثر على وظائف الكبد وبتقلل من دفاعات الجسم فجأة، فتزيد حدة العدوى، وبتضر أيضا بالمعدة والجهاز الهضمي، وبتسبب ارتفاع بضغط الدم، وبترفع السكر بشكل فجائي، وأيضا بتضر بالكلى، وتسبب التهاب أو اضطراب في وظائفها خصوصا لمرضى الكلى، وبتسبب حساسية لأحد مكوناتها واللي قد يهدد بالوفاة. معانا للحديث عن هذا الموضوع بشكل أكثر تفصيلا الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة. دكتور مجدي صباح الخير. صباح النور، اهلا بيك. ويمكن حديثنا بنتكلم فيه عن الحقنه المعروفه باسم حقنه هتلر، والكثير من الناس ربما بيلجأوا لها مع زياده انتشار نزلات البرد مع بدايه فصل الشتاء وفصل الخريف. عايزين نتكلم اكتر عن الموضوع ده يا دكتور، ومدى خطورته، وازاي نقدر يبقى فيه وعي اكتر بهذه الخطوره. هو طبعا دي من مخزعبلات الثقافه الشعبيه الموجوده في الوطن العربي. في 50 ضرر لاستخدام العشوائي لمكونات حقنه هتلر. بيحدث رد فعل غير طبيعي لجهاز المناعه تجاه اي مكون منها، ممكن يعمل حساسيه وممكن تكون قاتله. ردود افعال خطيره ممكن تاثر على اجزاء كثيره جدا من الجسم. دي للاسف فيها مكونات بقى مضاد حيوي، عشوائي، كورتيزون، مسكن قومي، كل دي كلها ممكن تاثر على الكلى او الكبد، تاثر على المناعه ايضا. ممكن رد الفعل يكون خطير بطفح جلدي، ضيق الصدر، مشاكل في الحنجره، ضيق النفس. المشكله كمان ان المضاد الحيوي العشوائي ممكن ياثر على المناعه ويخلي في انتشار بعد كده في المجتمع بشكل عام وعند نفس المريض لبكتيريا المقاومه بين المضادات الحيويه. طب هل هي بالفعل بيكون ليها تاثير على ادوار البرد؟ هل بتقضي فعلا على ادوار البرد؟ لا، ادوار البرد لا، ده فيروس. في 200 فيروس عندنا نزلات البرد، وده كله يعني كمان ضرر صحي ولا ليس له انا سند علمي. انا هم استخداماتها في فترات كانت كثيره جدا قبل ما زياده الوعي هناك، وده خلى الفطر الاسود ينتشر. وطبعا في فترات الكانديدا ممكن حاجه تيجي حتى في العين، ممكن تيجي في القلب وتعمل مشاكل كبيره جدا، بتقلل المناعه، بتسبب التهابات في الامعاء وتشنج في الامعاء، اسهال حاد، الام للبلع، بدقه حاسة التذوق، المشاكل في الصدر، الحساسيه، ظهور البكتيريا الفائقه اللي بتقام المضادات الحيويه الاخرى، وده بيخلينا نفقد الوقت والجهد والمال. في كمان ممكن تعمل لي مشاكل في اطاله فتره المرض نفسه، المعدي، لان ده فيروس وزياده معدلات الاعاقه والوفيات ومضاعفات العمليات الجراحيه لو انا كان في عمليات زرع الاعضاء. الكورتيزون طبعا معروف انه بيقلل المناعه، ما حدش يستخدمه للمستشفيات، بيحرق السوائل داخل الجسم، بيزود الوزن، يخلي الواحد عصبي، اختلال المزاج، ممكن يؤثر على الانتحار، الارتباك، كل التركيز، قرحة المعدة، ارتفاع ضغط العين، عتمة في عدسة العين، ارتفاع السكر، مشاكل العظام، فقدان الشهية، مشاكل في العضلات، ضعف نمو الأطفال، مشاكل في العضلات عندهم، فشل كلوي، قصور في القلب، حشاء في عضلة القلب، فقر الدم. المسكنات ممكن تعمل لي تقلل المناعة وترفع ضغط العين والتهابات في المعدة وزيادة الحموضة وقرحة المعدة، إسهال، انتفاخ، زياده الغازات، دوخه، عصبيه، حكه في الجلد، طفح جلدي، عدم وضوح الرؤيه، رنين في الاذن، كل الحاجات دي موجوده. يبقى ليه بنستخدمها؟ لازم نستخدمها. مكوناتها اللي بيحدد استخدامها الطبيب، ادي واحد، المريض ما يعرفش،
انشاء القدرات الشعبيه دي لازم نكافحوا بالتوعيه والتثقيف الصحي، ولازم نعرف ان الفيروس اللي بيجي لنا ده مع زياده البرد اللي هم ال 200 او زياده البرد او الانفلونزا كلها بتروح بزياده المناعه بتاعتنا، ان احنا ننام كويس وناكل كويس ونمارس الرياضه ونبعد عن اي مسكنات عشوائيه بدون امر الطبيب. طيب حقنه هتلر ايه اللي ادى لانتشارها؟ يمكن كل الشعب المصري بي 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 يعني بيلجا لعلاج البرد من غير اللجوء لطبيب، يمكن اكيد حضرتك عارف الحقيقه دي. خطأ كبير جدا، كل ما كان في وعي وكل ما كانت في تثقيف صحي وبرامج زي اللي بتعملوها دي ده بيخلينا افضل ان شاء الله. حقنه هتلر هل بتبقى موجوده جاهزه في الصيدليه يا دكتور؟ ده بس المعلومات اللي بيحضروها بيجيبوا ثلاثه ويستخدموها. ثلاث مكونات المضاد الحيوي، عايزين نقول المكونات عشان الناس ما تقبلش عليها، لا ده خطا وده خطا ليس لها اي سند علمي او طبي. بشكرك في النهايه، شكرا جزيلا، وبتمنى بالتاكيد السلامه لكل المصريين من نزلات البرد. الدكتور مجدي بدران عضو الجمعيه المصريه للحساسيه والمناعه، شكرا جزيلا ليك. انطلقت دورة 43 من معرض الشرق الدولي للكتاب تحت شعار هكذا نبدأ، وذلك بمركز إكسبو الشرق. بيشارك هذا العام في المعرض 2522 ناشر وعارض، وبتتنوع دور النشر المشاركة في معرض الشرق الدولي للكتاب ما بين 835 دار نشر عربية و264 دار نشر أجنبية، وبتشارك مصر ب 172 ناشر، وبتحول المملكة المغربية ضيف شرف دورة معرض الشرق للكتاب هذا العام بهدف تسليط الضوء على المشهد المعرفي والثقافي في قطاعات الأدب والفنون المغربية. عفوا. كما يقدم المعرض 600 ورشة عمل لمختلف الفئات العمرية، وجاء اختيار الكاتبة والروائية الجزائرية أحلام مستغني شخصية العام الثقافية للدورة 43 تقديرا لجهودها وإنجازاتها في مجال الرواية العربية. وللمزيد من الحديث بتنضم إلينا على الهواء مباشرة من دبي الشاعرة مريم الزرعوني المسؤول الثقافي في اتحاد كتاب وأدباء الإمارات. سيدة مريم مرحبا بك. أهلا وسهلا وصباح الخير من دبي ومن الإمارات. أهلا بك. ومعرض الشرق للكتاب كحدثينا أكثر عنه وعن أهمية هذه الدورة هذا العام. معرض الشارقة كما يعلم الجميع هو حدث ثقافي أصبح ليس على المستوى العربي وإنما العالمي، من أكبر معارض الكتب، ولعل أهم ما فيه صفقات الاتفاق على الترجمة وحقوق النشر أعلن عنها مؤخرا أنها هي الأكبر على مستوى العالم، بالإضافة إلى الحدث الأهم وهو إنجاز لا يحسب فقط لدولة الإمارات أو للشارقة، إنما هو إنجاز للغة العربية وللعالم العربي أجمع، وهو إنجاز 127 مجلدا من معجم اللغة العربية التاريخي الذي أطلقه وأشرف عليه صاحب السمو الدكتور سلطان القاسمي. حدثينا أكثر أيضا عن هذا المعجم وأهميته للغة العربية وما يضيفه من جديد في سهولة المعرفة والوصول للغة العربية. هذا المعجم ذو أهمية كبرى للغة العربية بشكل خاص وللباحثين أيضا بشكل عام. كل اللغات في العالم تقريبا كل اللغات في العالم لديها معاجم، نعرف معجم أكسفورد مثلا الذي يعني هو متخصص باللغة الإنجليزية، نعرف أيضا معاجم تاريخية أخرى مثل من أقدم المعاجم اللغوية التي تتتبع الجذور تاريخيا مثلا في اللغة الألمانية، لكن اللغة العربية كان لها أكثر من محاولة، ولعل آخرها التي كلف بها المستشرق فيشر في مصر
ربما في مطلع القرن العشرين، ولكن أيضا هذه المحاولة يعني لم تكتمل، كما أن تلتها محاولة أخرى في تونس وأيضا لم تكتمل. الإنجاز تحقق والحمد لله، نفخر بهذا ونهديه للغة ولكل محبي اللغة العربية. الإنجاز تحقق في الشارقة في حوالي 7 سنوات أو ربما أقل قليلا، بعدما أصلا دراسات الجدوى كانت تشير إلى أن هذا الإنجاز ربما يستغرق عشرات السنين، لكن بالإصرار وبالطاقم الكبير الذي ربما ناهز 800 يعني أو في هذه الحدود 800 باحث وأستاذ ومشرف وعامل في هذا المشروع، تم إنجاز 127 مجلد يضم جذور ألفاظ اللغة العربية وتتبع فيها تاريخ تطور المعنى ودلالاته لتلك الكلمات. طبعا هذا مهم بالنسبة للبحث، لأن اللغة العربية هي أكبر لغة، يعني أكبر لغة من حيث المفردات والمرونة التي تسمح بدخول المفردات الأخرى. صحيح. هذا مهم جدا لهذا الانفتاح ودخول الألفاظ من كل اللغات على اللغة العربية، مرونتها وتشكيلها وإعادة تعريفها. صحيح. طيب دعينا نعود لدورة هذا العام من معرض الشارقة والتي تقام تحت شعار من هنا نبدأ، فما هي دلالة هذا الشعار؟ هكذا نبدأ، اسم هكذا. الإشارة هكذا يشير إلى شيء، يعني وهذا الذكاء في هذا الشعار، يشير إلى شيء لكنه غير مذكور في العبارة. إذا أتينا للغة الإنجليزية سنجد أنه we start with a book، هكذا اسم إشارة مفتوح، وكأنه عليك أن تعلم بالضرورة من أين نبدأ. نبدأ من الكتاب، هكذا نبدأ من معرض الكتاب، ومن الكتاب نبدأ. فالدلالة في هذا الشعار هو أن الكتاب هو المبتدأ وهو البداية. إذن كيف يعد معرض الشارقة للكتاب فرصة للتواصل وتبادل الأفكار والثقافات بين المبدعين العرب وبين الثقافات العربية المختلفة؟ من الضروري أن نشير هنا وأن نشكر معرض الشارقة والقائمين عليها على استضافة المغرب، ومن لا يعرف يعني أهمية المغرب في الثقافة العربية، فعلى الأقل على سبيل الحصر يعني المثال للحصر، المخطوطات العربية والدراسات التي تتعلق بالأندلس ربما معظمها حفظت في خزانات الكتب المغرب، وقس على ذلك أمور كثيرة. فضيف الشرف هو المغرب، أتى إلينا بثلة كبيرة من المفكرين والباحثين والروائيين والشعراء، وهناك العديد من البرامج والأنشطة التي تحتفي بهم تقربنا من هذه الثقافة العريقة، وتنقل أيضا إلى العالم صورة مشرقة عن الثقافة العربية بشكل عام وتخص المغرب في المشهد. نعم. طيب هنا أيضا لابد من الحديث عن المشاركة المصرية في معرض الشرق والتي تشارك بحوالي 22 دار نشر مصرية، فكيف ترين المشاركة المصرية وتقيميها وحرص مصر على المشاركة في هذا المعرض المهم؟ اسمح لي هنا أن أتحدث بشكل شخصي عن مصر وعن المشاركة المصرية. أنا زائر دائم لكل مشاركات جمهورية مصر في معارضنا هنا في الإمارات، هي تشارك بجناح كبير ومميز في الشارقة وكذلك في معرض أبو ظبي، تأتي بمجموعة من الكتب والدراسات القيمة، وكلنا نعرف المركز القومي للترجمة مثلا تقوم هذا مشروع، أصلا مشروع أنا أراه وأنه محسوب للعرب جميعا، جهود ضخمة وجبارة تعمل فيها جمهورية مصر على يعني جلب المعارف الأجنبية في مختلف ضروب الثقافة، إن كان نقدا أو إبداعا أدبيا أو شعرا أو غيره، وتترجمه إلى اللغة العربية وتقدمه، والأهم من هذا كله بجودة وبسعر في متناول الجميع. فمشاركة مصر مهمة جدا ولا غنى عنها، ننهل منها دائما، هي حاضرة في الوجدان وفي المعرض.
هل لك إصدارات تشاركين بها في معرض هذا العام؟ نعم، بحمد الله لدي في اللغة العربية إصدار مشترك، هو عبارة عن مشروع مستمر منذ 4 سنوات مع معهد الشارقة للتراث. هذا المشروع يقوم على ورشة أدبية قصصية تجمع قصاصين إماراتيين. نكتب كلنا حول ثيمة أو حول سمة معينة. مثلا في المرة الأولى كانت 1000 ليلة وليلة، والمرة الثانية كانت البحر، ثم النباتات في البيئة، والرابعة في هذه الدورة هي الطيور، الطيور في التراث. فنكتب جميعنا حول الطيور قصصا قصيرة وتجمع في إصدار يشرف عليه المعهد، وهو إصدار مشترك. أفخر بأنني اجتمعت فيه مع مجموعة من القصص المخضرمين والشباب في دولة الإمارات. لدي في اللغة الإنجليزية ترجمات، صدر لي مجموعات شعرية وروايات. الآن في هذا المعرض أطلق الترجمة الفرنسية لديواني الشعري الثاني، والترجمة الإنجليزية لروايتي لليافعين رسالة من هارفارد. أخيرا، هل هناك أي فعاليات أو برامج جديدة يقدمها المعرض لزواره هذا العام؟ المعرض دائبة منذ بضع سنوات، وهذا أمر يعني استجد عليه، دائبة على إشراك ثقافات أو كتب من ثقافات مختلفة. دعني أقول ليست تلك الثقافة العالمة التي تحتفي فقط بالأدب العالمي والدراسات النقدية والفكرية، وإنما حتى ثقافة الطعام وثقافة والفنون الأدائية والأدب الشعبي. فنجد أن بما أن هذه السنة الضيف الشرف هو المغرب، هناك الكثير والعديد من الأنشطة في كل مكان وفي كل ركن تحتفي بالأدب الشعبي عموما والمغربي بالتحديد. هناك أركان خاصة لثقافة الطعام وتقديمه، وبروتوكولات المائدة وما شابه. هناك ما يتعلق بالتنمية الذاتية، في اهتمام كبير باتجاه المحتوى وصناعة المحتوى، ورشات تقدم في هذا الجانب. فدائما هناك الجديد في معرض الشارقة للكتاب. كل التوفيق والنجاح لدورة هذا العام من معرض الشارقة للكتاب. أشكرك في النهاية شكرا جزيلا الشاعرة مريم الزرعوني المسؤول الثقافي في اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، شكرا جزيلا لك. ما زلنا في الشرق، حيث قال الدكتور محمد صافي المستغني الأمين العام لمجمع اللغة العربية في الشرق بالإمارات على هامش معرض الكتاب بالشرق في حوار خاص لقناة النيل الأخبار، قال إن المجمع له أدوار تنويرية مهمة، أهمها إنشاء المجمع التاريخي للغة العربية، بالإضافة إلى دوره كمركز للسان العربي لغير الناطقين باللغة العربية، فضلا عن إقامة مشاريع لغوية أخرى. أهلا بكم مشاهدينا الكرام من مجمع اللغة العربية بإمارة الشارقة الإماراتية. يعني هذا المكان الذي ربما يعبر عن إحدى أهم الأماكن الثقافية العربية في الوطن العربي بأكمله، خاصة مع الحدث الذي نشهده في هذه الأيام، وهو الإعلان عن الانتهاء من معجم التاريخي للغة العربية. دعونا نقف على المشهد بشكل أكثر تفصيلا من خلال استضافتنا للأستاذ الدكتور محمد صافي المستغني، وهو الأمين العام لمجمع اللغة العربية والمدير التنفيذي أيضا للمعجم التاريخي للغة العربية. برحب بحضرتك على شاشة النيل الأخبار. أهلا وسهلا ومرحبا بالنيل التي جاءتنا من أرض الكنانة، أرض مصر الطيبة. مرحبا. مرحبا بحضرتك يا فندم. يعني في البداية قبل أن نذهب إلى المعجم، أريد أن أتحدث عن هذا المكان الذي في الحقيقة يعني أذهلني حين وصلت إلى هنا. يعني نتحدث عن علوم القرآن، السيرة النبوية، التفسير، البلاغة وغيرها وغيرها، الحقيقة وأصول الفقه وغيرها من العلوم. يعني إنه مكان ذاخر بالعلم والثقافة، نتحدث عنه إجماليا في البداية. بارك الله فيكم. مجمع اللغة العربية بالشارقة هو المكان المخصص لدراسة اللغة العربية، أعده وأنشأه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان القاسمي ليكون همزة وصل بين المجامع اللغوية. نحن الآن في هذه المكتبة، مكتبة المجمع الزاخرة بكتب التراث، وهي مكتبة دقيقة منتقاة، أو دعني أقول مكتبة متخصصة كما تفضلت، في اللغة، في التفسير، في الفقه،
في البلاغة في النحو إلى غير ذلك، ويأمها ويقصدها كثير من المتخصصين والباحثين. مجمع اللغة العربية بالشارقة مثل إمارة الشارقة أصبحت موئلا للمثقفين، محجة للأدباء، مقصدا للعلماء وأصحاب الأدب والشعر. في هذه الأيام في معرض الكتاب في الشارقة نحن في عرس ثقافي ومهرجان أدبي كبير جدا، وما وجودكم معنا إلا دليل على ذلك. فمجمع اللغة العربية كلفه رئيسه صاحب السمو بإنشاء المعجم التاريخي، ولنا مشاريع أخرى كثيرة، منها مركز اللسان العربي لتدريس غير الناطقين بالعربية، منها طباعة وإصدار كتب تراثية محققة، منها إقامة وإعداد مشاريع لغوية كبرى في العالم، منها في كرواتيا، منها في القلب المقدس جامعة، في إيطاليا، في كازاخستان، في كوريا الجنوبية. لدينا كثير من العلاقات مع دول أخرى، فأستطيع أن أوجز لك فأقول المجمع مظلة لغوية تعمل للتمكين للسان العربي. دعني أذهب إلى الحدث الأهم الذي الحدث الثقافي الأهم الذي تشهده دولة الإمارات في هذه الأيام، وهو الإعلان عن الانتهاء من المعجم التاريخي للغة العربية. ربما بعض المحبين للغة العربية ولكن غير مختصين بها لا يفهمون ما مدى أهمية هذا المعجم، نريد أن نبسط لهم الأمر يا دكتور. نعم، هو صحيح، يعني الحمد لله المعجم التاريخي للغة العربية رأى النور وأشرقت أنواره من شارقة الثقافة والعرفان. لكن للتاريخ نقول الذين شاركوا فيه جميع المجامع اللغوية، وفي مقدمتها أقول مجمع القاهرة، لأن اتحاد المجامع اللغوية يقع في القاهرة، وصاحب السمو حين أنشأ ذلك المبنى العظيم في 6 أكتوبر لاتحاد المجامع اللغوية تحت راية اتحاد المجامع اللغوية اجتمعنا هناك من 2017-2018 وبدأ التخطيط لهذا المشروع العملاق في القاهرة. في القاهرة نعم، فمظلة العلمية للمشروع في القاهرة في اتحاد المجامع اللغوية، التنفيذ في الشارقة، فالتنفيذ مع العلم يلتقيان، وعندما التقى العلم والتقى التنفيذ مع الإرادة القوية لصاحب السمو حاكم الشارقة، وفق الله جمهور العاملين والعلماء والمحررين والأدباء المشاركين 562 محررا وعالما ولغويا، أضف إليهم الإداريين والطباعين والمنظمين، وصل العدد إلى 760. هذا نعم 760 وبعضهم زيادة، كلهم عملوا صباح مساء 24 ساعة لإنتاج هذا المعجم. أظهر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن تعزيز مجال التحول الرقمي بمصر يفتح آفاق جديدة للتوظيف ويعزز من قدرة الشباب المصري على الانخراط في الاقتصاد الرقمي العالمي، ما يتطلب معه تحول الاستثمارات في البنية التحتية الرقمية وتطوير المهارات لأجل تحسين جودة الحياة ودفع عجلة التنمية في مصر. وجاء ذلك في تحليل أصدره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء حول الميتافيرس، حيث أشار إلى أن تقنية ميتافيرس هي واقع فعلي سيغير من طبيعة العالم بشكل كامل اتصاليا واجتماعيا وسلوكيا واقتصاديا وثقافيا، والدول التي لن تستطيع التعامل مع هذا الواقع والتنبه لتحدياته واستغلال فرصه هتتأخر كثيرا. ونوه بأن مصر في ظل التحديات اللي تواجهها وبما تمتلك من قدرات بشرية مؤهلة وإمكانات كبيرة، خاصة في ظل التركيز على التحول الرقمي ودعم الابتكار ولما تتمتع به من مصر من تراث حضاري وثقافي فريد، لديها فرصة لاستخدام تقنيات الواقع الافتراضي أو الميتافيرس في قطاعات عديدة بالدولة، على رأسها السياحة والصحة والتعليم، وإيجاد حلول نوعية غير تقليدية لزيادة الاستثمار بالقطاعات المختلفة. ومعنا للمزيد من الحديث أنطونيوس المهندس أنطونيوس ميخائيل خبير تكنولوجيا المعلومات. باشمهندس أنطونيوس صباح الخير. صباح الخير بحضرتك فندم، أهلا وسهلا.
اهلا بيك. يمكن تقرير اصدره او بيتكلم عنه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بتعزيز التحول الرقمي في مصر، وازاي ان ده بيفتح افاق جديده للتوظيف والاستثمار وغيره، فكلمنا اكتر عن هذا الموضوع واهميته يا باشمهندس. طب خليني اقول لحضرتك ان احنا حاليا في التجارب الاولى للميتافيرس او للعالم الافتراضي المسمى بالميتافيرس، وهو تقنية ان انا بدل ما حضرتك بتشوف التكنولوجيا قدام عينك وتستخدمها، لا انا بدخل حضرتك داخل هذه التكنولوجيا. بمعنى ان حضرتك بتبقى لابس نظارات الواقع الافتراضي او في مجال الواقع المعزز، يعني اوضة كاملة من الواقع المعزز، وبتستخدم تقنيات مختلفة زي البلوكتشين وزي الذكاء الاصطناعي وزي الافاتار وبعض من العمليات التشفير المعقدة وبعض من توأمة الرقمنة وأدوات كتيرة مختلفة. الناتج بتاع هذه الأداة أن حضرتك تقريبا بتعيش داخل هذا المنتج وليس حضرتك بتستخدم منتج. يعني أنا بعيش حضرتك التكنولوجيا داخل نطاق معين. على سبيل المثال لو هتكلم في النواحي زي ما حضرتك أصدت مثلا زي السياحة، أنا ممكن ألبس نظارة افتراضية وأزور أحد المتاحف أو أحد الأماكن الأثرية، مش مجرد أن أنا شايف صور، أنا عايش داخل هذا المتحف، بتحرك جواه، بشوف الإضاءة بنفس التقنية بتاعته، بشوف الحياة بنفس التقنية، بشوف التفاصيل بنفس التقنية، فبالتالي أنا بتعامل أو بعيش داخل هذا المنتج. الكلام ده ممكن يكون كمان موجود في ثورة الصناعة مثلا، على سبيل المثال ان انا ممكن البس نظاره افتراضيه واعيش داخل مكنه انا مش شايف محتواها، فبالتالي اقدر اوصل الى العيب بينتج فين بطريقه تقنيه ازاي، فاقدر احل مشاكل كتير قوي ما اقدرش اوصل لها بالعين المجرده او من خلال التكنولوجيا الواقع اللي انا عايش فيه خارج هذه المكنه او خارج هذه المنظومه. فبالتالي التعامل مع هذه التقنيه، وهي لسه تقنيه يعني الى حد ما بدائيه في الوقت الحالي، لكن تطورها واضح جدا على سنه 26 هيبقى تطور مختلف. احنا وصلنا فين في مصر اللي في استخدام هذه التقنيه يا باشمهندس؟ مصر فين موقعها حاليا؟ بص يا فندم، احنا يعني مصر مش سايبه احد مجالات التكنولوجيا الا ودخلت فيها بشكل قوي جدا، وخصوصا في يعني وزاره الاتصالات والتكنولوجيا المعلومات من الوزارات الداعمه جدا للتقنيات الحديثه. فاحنا عندنا داخل المعهد نظم معلومات او المعهد القومي للاتصالات او من خلال هيئه تنميه صناعه تكنولوجيا المعلومات، الثلاثه بيشتغلوا على هذا الوتيج بشكل قوي جدا. فبعض المنح اللي شغاله من المنح التدريبيه للشباب موجوده فيها، العمليات التقنيات اللي موجوده والادوات اللي تتاح للشباب لانتاج هذه المنتج هي ما زالت موجوده، ولكن لازم نكون متفقين هي لسه تكنولوجيا ما وصلتش لمستوى الانتاج الفعلي بالشكل القوي، هي لسه في مراحل بداياتها. زي كده الذكاء الاصطناعي او الشات بوت اللي ظهر، هي كل اللي حضرتك شفته ده هي لسه مراحل اولى منه، لسه ما انتجش بالقدر الكامل. ده معناه ان لسه قدامنا فرصه كبيره جدا للتطوير في هذا المجال. هل مصر لديها فرصه حقيقيه في تطوير هذا المجال الرقمي المهم، الميتافيرس والعالم الافتراضي؟ ثلاث نطاق، يعني لو هتكلم على هذا الموضوع في ثلاث نقاط. النقطة الأولى هي وعي الدولة بده، فبالتالي وقت ما بحتاج تشريع أو قانون لهذه التكنولوجيات فعلا في قوانين والدولة بتشجع ده بشكل كبير جدا. لما بحتاج كبنية تحتية وكأدوات تقنية وكمنح تدريبية للشباب وكنقل تكنولوجيا للشباب وكمان حضانات تكنولوجيا ومسرعات أعمال في هذا المجال موجود. لو بتكلم على شبابنا بقى الواعي للشباب الذكي اللي موجود داخل الدولة المصرية أو الشباب المصري، هو شباب ذكي بطبعه وشكل شباب طموح بطبعه وشباب دايما عنده شغف بالنيو تكنولوجيز، فبالتالي عندنا نماذج لناس طلعت هذه المنتجات. يعني أحد النماذج اللي موجودة بقى لها عدة سنين وكانت ضمن الحضانات اللي موجودة في تكنولوجيا المعلومات هو المعمل الكيمياء الافتراضي، إن فعلا في أحد الشباب عامل معمل كيمياء افتراضي. احد الابحاث اللي تمت من خلال احد الباحثين في مجال الدراسات العليا عمل كتاب افتراضي، ان الطالب بيخش داخل الكتاب من خلال شكله بالكاميرا اللي موجوده على التابلت المستخدم، وبيخش جوه الكتاب من خلال قصه فيديو داخل الكتاب المدرسي.
فعندنا نماذج اوريدي احنا عندنا شباب واعد بده وشباب قادر على انتاج هذه التكنولوجيا وكان سباق. انا بكلم حضرتك النماذج دي بقى لها عده سنين، في نماذج بقى لها 4 سنين وفي نماذج بقى لها 3 سنين. فبالتالي احنا عندنا سواء كان تشريع او سواء كان تشجيع من بنيه تحتيه وامكانيات موجوده داخل الدوله المصريه ومراكز معلومات تقدر تشيل هذا الكم من البيانات والمعلومات والانظمه اللي موجوده، وكمان الشباب الواعد لهذا التقنيه. فاعتقد مصر واعده جدا في هذا المجال، واعتقد ان خلال السنتين او الثلاثه القادمين هتبقى من ضمن السباقين في هذا المجال على مستوى العالم. اشكرك في النهايه شكرا جزيلا المهندس أنطونيوس ميخائيل خبير تكنولوجيا المعلومات، شكرا جزيلا على هذه المعلومات والطرح. نروح لمتابعة الأوضاع في قطاع غزة وتداعيات العدوان الإسرائيلي. فرجح فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين أونروا، رجح حدوث مجاعة في محافظة شمال قطاع غزة والتي تشهد إبادة وتطهير عرقي إسرائيلي منذ أكثر من شهر. وأوضح لازاريني أن إسرائيل استخدمت الجوع كسلاح، إذ يحرم الناس في غزة من الأساسيات بما في ذلك الطعام للبقاء على قيد الحياة. وأوضح أن المساعدات التي تدخل غزة ليست كافية، وهي بمتوسط يزيد قليلا عن 30 شاحنة يوميا، بما يمثل نحو 6% فقط من الاحتياجات اليومية للفلسطينيين. وطالب لازاريني بخطوات عاجلة من بينها وجود إرادة سياسية لزيادة تدفق الإمدادات الإنسانية والتجارية إلى غزة، وبقرارات سياسية للسماح بدخول القوافل إلى شمال غزة بانتظام وبدون انقطاع. وللمزيد من الحديث معنا من غزة مباشرة الأستاذ أمجد الشوى مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية. سيد أمجد مرحبا بك. صباح الخير سيد أمجد. يعني هذا ما سيد أمجد هل تسمعني؟ أستاذ أمجد الشوى أهلا بك. سيد أمجد، الأوضاع في قطاع غزة وتحديدا في محافظة الشمال منهارة تماما، وتحذيرات أممية بحدوث مجاعة في محافظة شمال غزة، أطلعنا أكثر عن آخر التطورات والتداعيات حتى الآن. بالفعل هناك خطر كبير جدا على حياة أبناء الشعب الفلسطيني بشكل خاص في منطقة شمال قطاع غزة، أيضا أولا الحصار المستمر والمتواصل لمنطقة شمال قطاع غزة ومنع إمدادات فلسطين إمدادات الغذاء والدواء والماء في المنطقة. هناك عشرات الآلاف من المواطنين المحتجزين في ظل القصف والاستهداف المباشر لأبناء شعبنا لأكثر من 35 يوم حتى الآن. ناس واقع صعب ومعقد جدا في ظل الاستهدافات التي يتم الاحتلال سواء للمستشفيات او مراكز الايواء او حتى للمباني السكنيه التي تهدفها الاحتلال. هناك بالفعل اكثر من 1400 شهيد الان اخذوا جراء هذه الاعتداءات الاسرائيليه والعدد قليل، ولكن الاخطر من ذلك ايضا حاله المجاعه الشديده في شمال قطاع غزه، ولكن بعد هذه المجاعه تفرض في مناطق قطاع غزه. وهنا نحن طالبنا في شبكة منظمات حربية بإعلان قطاع غزة منطقة مجاعة من قبل الأمم المتحدة، بما لذلك من تداعيات واستحقاقات على المجتمع الدولي أن يتدخل فورا من أجل إنقاذ أرواح أبناء شعبنا، وبخاصة أن هناك 33% من المواطنين هم من النازحين الذين اضطروا جراء هذا القصف وقرارات الاخلاء التي التعسفيه التي قام بها الاحتلال الاسرائيلي في مختلف مناطق قطاع غزه. الاوضاع تزداد سوءا، ونحن دخلنا مرحله بالفعل هي الاسوء في تاريخ هذا العدوان في ظل القيود التي يفرضها الاحتلال على دخول المساعدات الانسانيه الاساسيه ومقدمتها المواد الغذائيه. المجاعه بالفعل في كل مكان في قطاع غزه، والمتاكد الاكبر هم من الاطفال والنساء والمرضى والمسلمين، والجرحى الذين تم اخلاءهم الى تلك الخيام المهترئه عشرات الالاف من الخيام، لا تستطيع ان تصل لا توجه البرد ولا المطر ولا تدفق
فيها. أشكرك فينا، شكرا جزيلا على هذه الإفادة. الأستاذ أمجد الشوى مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية كنت معنا من غزة عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. وبهذا مشاهدينا انتهت ساعتنا الأولى في حلقة النهاردة من هذا الصباح، ولكن تأكيد حواراتنا وفقرتنا متواصلة مع حضراتكم، وعلى رأس الساعة موجز لأهم وآخر الأنباء مع الزميلة نجلاء الجعفري. نعود بعده لاستكمال حلقتنا، فابقوا معنا. We'll be right back.